راي تشوفينا درك الاولياء اللي عندهم هاد الاطفال يعني تتوحد في المنزل باش تنصحيهم غير يكتشفوا باللي ولده عنده حاله وين يتوجه اعطيه وين يتوجه ديريكت اول حاجه يعني لو سكري باش تكون التدخل المبكر هو سي لا كلي دو لا ريوسيت دون بريز ان شارج يعني قد ما تتكفلي بهذاك الطفل كي يكون صغير قد ما عندك بلوس دو شانس باش يعني يعاود يدخل في الحياه العاديه و لا بروميير دي شوز بيان سور تروح تشوف الطبيب هو اللي راح يوجهها هبا هنا باش نعرفوا واش من طبيب بزاف اللي يدبروا عليهم اسكو الطبيب النفسي ولا الاورطوفوني لا الطبيب الاورطوفوني كاين فرق بيناتهم ايه. سبب بالنسبه نو يعني لو بيدياتر ديجا يقدر يوجهها فيغ لورطوفونيست فوالا سي لورطوفونيست هو اللي فوالا يعني حنايا في الحقيقه رانا نخدموا اون ايكيب بلوري ديسيبلينير سي ماشي غير لورطوفونيست وحده كاين لو بيدوبسيكياتر هو اللي يبوز لو دياغنوستيك كاين مجموعه متكامله تخدم مع بعض كاين تانيك الجانب الحسي الحركي لا بسيكوموتريسيتي aussi qui joue un rôle يعني كاع حنا في كامل كاع هاد المجموعه راهي تخدم مع بعض باش فوالا على امل انكم تلقاو نتيجه ان شاء الله اكزاكت الدكتوره تاعنا انا حابه درك الكاميرا تاعك يعني قابلتك حابه توجهي لادريس تاعك وين لاكابين تاعك وين يقدروا اكيد بزاف درك راح يقولوا وين يقدروا يتصلوا معاك الامهات ماشي مشكل انا راني في دويره في الدخله تاع دويره يعني جاني نحط يعني لو كان يحطوا اسمي كابيني دوكتوفوني دويره يخرج لهم في جوجل ماب والناس اللي ما عندهاش وفي الدخله يعني تاع دويره يعني سي تري بيان انديكي يعني كاين دي بلاك كاين سهل